وصل رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز مساء اليوم إلى بانجول في مستهل زيارة عمل لجمهورية غامبيا الشقيقة، وقد استقبل رئيس الجمهورية في المطار من طرف السيدة ماما فاتيمتا سيناتير وزيرة العدل الغامبية، محاطة بعدد من المسؤولين الغامبيين والقائم بعمل سفارة موريتانيا في غامبيا وممثلي الجالية الموريتانية هناك. وبعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين الموريتاني والغامبي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلات من حرس الشرف الغامبي قبل أن يصافح كبار مستقبليه. هذا وقد كان رئيس الجمهورية قد غادر نواكشوط بعد ظهر اليوم متوجها إلى بانجول في جمهورية غامبيا في زيارة عمل. وودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته نواكشوط مطار نواكشوط الدولي التونسي من طرف الوزير الأول سيد يحيى والحدامين وبعض أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وسفير غامبيا المعتمد لدى موريتانيا. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم على الخصوص السادة خديجة مبارك فلة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، عبد الله الأحمد دامو مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، سيدنا سخنة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة.